بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالإخوة المهندسين والمزارعين والمهتمين بالشؤون الزراعية وخصوصا البيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، بنتشرف النهاردة بأن احنا نبث لكم فيديو جديد عن تسميد الخيار. في الحقيقة الخيار زيه زي أي محصول تاني، إن كان خضر أو فاكهة أو محاصيل حقلية، بيحتاج ل16 عنصر اللي قلنا عليهم، العناصر الكبرى والعناصر الصغرى لا غنى عنها، لا غنى عن ال16 عنصر بالنسبة لأي نبات على وجه الأرض، تمام؟ فلذلك الخيار زيه زي أي شيء، فبيحتاج العناصر الكبرى وبيحتاج العناصر الصغرى. عايز حضرتك تشغل دماغك ان انا عندي استخدم سماد احادي ولا استخدم سماد مركب، هو عشان بس نكون متفقين، هو السماد المركب افضل، تمام؟ اذا اتضمن المصدر بتاعه فهو سماد افضل يعني. ولكن انا ما عنديش غير الاحادي، ما فيش اي مشكل خالص، استخدم سماد احادي، تمام؟ انا في البرنامج اللي بحطه على اساس الى حد ما خليط او ميكس كده ما بين الاسمدة الاحادية، تمام، والأسمدة المركبة. وحاول تشوف المصدر بتاع العنصر، يعني أنا لو اتكلمت عن حاجة مثلا زي الفوسفور، في عندي مصدر سوبر فوسفات أنت حطيته في الأرض، أو حطيت الداب الداي أمونيوم فوسفيت، ماشي، أو حطيت الماب، هتحط من الماب اللي هو تركيبه 12 61 زيرو، يعني 12 نيتروجين 61 فوسفور، اهو عالي في الفوسفور، اهو اخد منه فوسفور، مفيش اي مشكلة خالص. طيب ما عنديش مثلا ده، ما عنديش في عندي حامض فوسفوريك، اخد منه الفوسفور بتاعي، حامض فوسفوريك 55% من اللي هو بتاعنا المصري مفيش مشكلة، 85% من الصيني او الاردني مفيش مشكلة. يعني شغل دماغ حضرتك كده بحيث انك انت من الاخر انا بجيب العنصر، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا عايز اكل بروتين، البروتين موجود في اللحمة وموجود في الفراخ وموجود في السمك وموجود في البيض، ولكن بالنسب متفاوتة، يعني في ده كتير في اللحمة كتير، بقل منه قد كده في البيض، لا في السمك قد كده، في اللبن بكون قد كده، في الفول الصويا بكون يعني. هات المصدر اللي عايز اوصله لحضرتك، ما تصدرش دماغك عند اللي انا بحطه في البرنامج، ما فيش، خد المصدر بتاعه من اي مكان تاني، ما فيش اي مشكلة خالص، المهم صرف نفسك، تمام؟ ده اللي انا عايز اقصده يعني. هنتكلم في الخيار، نقسم الخيار زي وزي اي نبات تاني. هنقسم، قلت لازم تراعي في برنامج التسميد بتاعك ما بسميتش مساحة، انا يا جماعة بسمد عدد نباتات، يعني في بيت مثلا الكثافة النباتية فيه 1500، في بيت مثلا في نفس المساحة حاطط فيه 1200، دي حصلة كتير، تمام؟ في بيت مثلا المفروض المساحة بتاعته 4000 او 5000 نبات، انا حاطط فيه 7000 نبات، تمام؟ القصة وما فيها، قلت ان الوحدات، عدد الوحدات للفدان دي بتكون يا جماعة لمحاصيل زي القمح زي الرز زي الذرة الشامي زي الحاجات دي. اما انا في البيت المحمي، انا والله يا جماعة بسمد نبات، عدد نباتات، تمام؟ فاول حاجة تدقق فيها، وعشان كده انا حاطط لك على نبات مش حاطط لك على مساحة، وحاطط لك النبات هربطه بألف نبات، وانت عندك 5000 نبات اضرب بقى في 5، عندك 10000 نبات اضرب في 10، انا احط لك 1000 كوحدة. البرنامج اللي احطه لك واعرضه لك هو اساسا لمدة 6 اسابيع الاولى، ال6 اسابيع الاولى، وبعد كده انت مع نفسك في حالة الجمع بتاعك. بس لاحظ ان انا في الاول بنبه عليك وبقول لك انت بتسمد نبات وما بتسمدش مساحة، انت عندك كم نبات موجود، كل نبات هيخصه كم جرام في اليوم، ده اللي يخصني، تمام؟ فأنا بكرر، أنا بسمد مساحة عدد نباتات مش مساحة، دي أول حاجة. تاني حاجة، البرنامج اللي أنا بحطه مش قرآن، أنت عدل فيه كما يتلائم وكما تحب تشوف. أنت ممكن الملوحة عندك تكون عالية، ما ينفعش معاك مثلا أسمدة هتكون بسيطة، تضطر الأسمدة المركبة، بيكون السولت اندكس بتاعها أو الدليل الملحي بتاعها بيكون قليل شوية، تمام؟ في ارض ملحيه، في حاجه هتمشي معاك وحاجه مش هتمشي معاك، نوعيه ميه الري نفسها، نوعيه التربه اللي انت هتتعامل معاها، ما في ناس اساسا
مقيمة بيوت محمية على على أراضي كلسية، فديت بتختلف يا جماعة. تمام، على فكرة وأنا بكلم مع حضرتك بعرض لك البرنامج بتاعك. طيب، فعشان أبدأ البرنامج بتاعي أقوم أقسم النبات بتاعي يا جماعة، أقسمه لمراحل. مرحلة بعد ما ثبت الشتل بتاعي هبدأ أسمد إيه؟ هبدأ أسمد أسمدة بادئة. وقلت 100 مرة قبل كده السماد البادئ، قلنا الفراخ لما بنجيبها جديد وهي لسه صغيرة لها نوع من التغذية معين أو لها أعلاف معينة تتلائم مع المعدة بتاعتها الصغيرة دهيت، بعد كده بيسموها بادي، بعد كده بيحطوا لها حاجة تانية سموها ناهي. تمام، العجول الصغيرة لما بتتولد بيرضعوها لبن سرسوب، بعد كده بيدولها أعلاف تتلائم معاها كده بادئة، بعد كده بيبدأوا لما بيكبر الحيوان يبدأ يحط له علايف خضراء ويحط له دريس ويحط له تبن ويحط له زي ما هو عايز. مقصد الكلام إن أنا بدخل على النبات بحاجة بسيطة كده بحيث إن أنا أنبهه. تمام، مفيش يعني حد صايم كده على طول يشرب ميه ساقعه يموت فيها، لا، بينبه المعده بتاعته بحاجات كده، بتمره بشويه لبن دافيين كده ويبدا مع نفسه كده. تمام، هو كذلك النبات. عايزين نبدا معاه بالراحه، انت مستعجل ليه؟ ما تستعجلش، ما تستعجلش، اهدى على النبات، لان النبات يعني لو انت خدتها بقى بالمفهوم المحترم للزراعه، فالنبات ما هو الا محاور، هو مفيد فوزي عمال يوقعك يجيبك كده وانت بتجيبه كده بالظبط يعني. تمام، فالنبات هو محاور، بحاور فيك وانت بتحاور فيه، لوحه كويسه كده جميله انت بترسم فيها وبتشوف في الاخر نتيجه الالوان اللي انت حطيتها دي. الالوان اللي انت حطيتها ديت طلعت اللوحه في الاخر بمنظر محترم ولا طلعتها شخبط شخبيط؟ دي اللوحه بتاعتك، الالوان بتاعتك ايه؟ إدارتك للتسميد بتاعك، إدارتك للري بتاعك، إدارتك للمقاومة ومكافحة الآفات بتاعتك، في الآخر الكواليتي بتاع المحصول بتاعك بقى اللوحة أهي، الكواليتي بتاع المحصول بتاعك عامل معاك إيه؟ بعد كده التوتال ييلد أو المحصول الكلي كان عامل معاك إيه؟ اللوحة بقى في الآخر بتظهر أهي، جودة ومحصول. تمام؟ السعر ده بتاع ربنا، اركنه على جنب، مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي ارزاق. تمام، بقسمها الخلاق سبحانه وتعالى، ما تتدخلش فيه، اهم شيء انك انت يكون عندك محصول محترم ويحترم. طيب، لما ابدا في التسميد قلنا هنقسم مرحله نمو جذري، بعد كده مرحله نمو خضري، بعد كده مرحله اثمار وجمع. تمام، طيب مرحله نمو جذري موجوده في الخيار، بس مشكلة الخيار على 25 يوم بلاقيه مظهر في الصيف. تمام، بلاقيه ببدأ يظهر معايا، فالدنيا كلها شغالة كده مع بعضها. فهنبدأ بسم الله في أول حاجة، في أول أسبوع أفرق بين حاجتين، أنا زرعت شتلة ولا زرعت بذرة. لو أنا زرعت شتلة ماشي، يبقى بعد استقرار الشتل، وبعد استقرار عملية الشتل مش إن أنا أزرع على اليوم الثالث أبدأ أسمد، لا، ازرع الأول، زرعت تمام، على تاني يوم ابص، على تاني يوم اخر النهار هتلاقي الرؤية وضحت معاك، هل الشتلات بتاعتك نجحت ولا في مشكلة اساسا سقطت لك بعض الشتلات، ولكن 1 2 3 4 5% في ايه اللي سقط؟ لو سقط يبقى تعيده تاني، عدته تاني ونجحت الارض كلها تمام التمام. لو 1 2% الدنيا ما خربتش ما فيش مشكلة، يعني كل قاعدة شواذ، يعني هتلاقي فيه نباتات يعني غايبة في الارض مش مشكلة، بس ما تبقاش نسبة كبيرة يعني. تمام، عشان اصلا كده كده النقاط بيجي له تسميد وبيجي له ري وبيجي له كل حاجه وفي الاخر ما فيش نبات، فده حرام. تمام، هيأثر معاك في الانتاجيه. فانا النهارده زي ما بقول لحضرتك ده كده هو هنبدا بعد استقرار عمليه الشتل تماما، هنبدا في عمليه التسميد بتاعي تقريبا، يعني مش هتزيد عن اليوم السادس او السابع، باكتر من كده ما فيش، تبدا تسمد التسميد بتاعك. تمام، هنبدا. طيب لو انا في حاله بذره بقى، حاله البذره مش هقدر اقول لك كام يوم، لان اساسا النسبه بتاعت الانبات هتطول في الشتاء، هتطول قبل الصيف، وانا عن نفسي بحب الزراعه المباشره بصراحه، ما بحبش الشتلات. تمام، ولكن اذا بقى يعني اتفرض علينا حاجه فما بنتكلمش فيها، ما علينا. فانت لو زرعت بذره طبعا هيختلف اساسا الاصناف فيما بينها، في صنف كده تلاقيه اكتيفيتي كده نشيط
في الانبات بتاعه، الجيرمينيشن بتاعه شغال بسرعه. اما في صنف تاني تلاقيه كسلان شويه، في الشتاء هيطول معاك الانبات شويه، في الصيف الانبات على ثالث يوم هتلاقيه كله، اخر ثالث يوم هتلاقيه كله ايه، كله طالع معاك تمام. ففي يعني تفاوت وفي حاجات. فعشان كده عشان القصه دي قلت هنربطها بالورق الحقيقي. فتبدا لو انت زرع بذره هتبدا بعد خروج 3 لـ4 ورقات حقيقيه مكتملين، ابدا البرنامج بتاع التسميد بتاعك. البرنامج بتاع التسميد بتاعك هنقولنا هنبدا في الاول اسمده بادئه، حاجه كده على المعده بتاعه النبات تخليهولي يعني يمشي بحركه كويسه وبدون ما يجيله مثلا مطب كده يقوم ايه، يقوم عامله مشكل ويضيع للنبات كله. في الأسمدة البادئة قلنا هنبدأ بحاجة زي الهيوميك أسيد، وقلنا قبل كده الهيوميك أسيد دهوت أول اللون بتاعه أسود، فبيدي لي حرارة جنب الجدر، بيظبط لي السعة التبادلية الكاتيونية للتربة، بيظبط لي بيظبط لي البفرنج كاباستي أو السعة التنظيمية بتاعت التربة اللي هي مقدرة التربة نفسها على التغير في رقم البي اتش تمام. بيظبط لي القصه ديت لان اساسا بافرنج كاباسيتي والسي اي سي اللي هي السعه التبادليه في الاراضي الرمليه تقريبا تعبانه، بس احنا بنحاول نزودها بالاسمده العضويه اللي احنا بنحطها وبحاجه زي الهيوميك دهيت تمام. بحط هيوميك معاه فوسفور معاه نيتروجين معاه بوتاسيوم تمام، بس الفوسفور بيكون قد النيتروجين مره مرتين او 3 مرات تمام، على حسب ما يتراءى لك او المتوفر. انا لو عن نفسي هستخدم المعادله السماديه يا جماعه اللي بتقول 13 40 13، ده سماد مركب ومنتشر على جميع انحاء العالم تمام. هبدا 13 40 13، 3 في 10 ب 30، 3 في 3 9 39 تمام. هو مدي لك 40 الفوسفور يعني قد الازوت وقد البوتاسيوم 3 مرات تمام. يبقى عندك اشتغل بالمعادله 13 40 13 دي افضل معادله. طيب هتجيبها اللي هتجيبها من حمض الفوسفوريك ما فيش مشكله، هاتها من حمض الفوسفوريك. هتجيبها من نترات النشادر بالنسبه للنيتروجين هاته من نترات النشادر. هتجيب البوتاسيوم بتاعك من صلافات البوتاسيوم او من نترات البوتاسيوم زي ما تحب انا احطه لك. ولو عايز سؤال واحد بس استبدل دي بقد ايه ابعته لي على الواتس، انا عندي سمات كذا استبدله بقد ايه. اما بس يا جماعه يعني اللي بيحز في نفسي انه كل واحد عايز برنامج وعايز رعايه خاصه، انا برضو عندي مصالحي وعندي شغلي يعني مش انا بحط الواتس عشان حاجه واحده بس. انت عندك مشكل عرض مرضي مثلا عايز تشخصه اقدر اقوله لك على قد ربنا ما يعيني هقدر اقوله لك، اما ان كل واحد عايز برنامج لوحده وده عايز يعني انا برضو عندي مشاغلي ويعني دعواتكم بس لنا ربنا يوفقنا مش اكتر. فاللي انا بنبه عليه دي الاسمده البديئه ان النيتروجين هي الفسفور هيبقى قد النيتروجين مرتين او 3 مع هيوميك اسيد، وهنمشي الاسبوع الاولاني بالطريقه دهية. طيب الاسبوع الثاني يا جماعه هبدا احط متعادل، امشي الثلاث مراحل بقى مع بعض، جدر شغال وازهار شغال والدنيا كلها شغاله. هبدا احط المتعادل ان بي كي 20 20 20 19 19 19 18 18 18، انا كاتبها 20 ما تفرقش معاك والله، لو كانت حاجه غير لو 18 ما فيش مشكله، لو 19 ما فيش مشكله. الارض يا جماعه فيها تغيرات يعني لا يحصاها ولا يعلمها الا الله، انت بتحط الكيماوي بس انت الارض اللي تحت دي فيها عالم تاني، فيها عالم تاني بيشتغل، ده بيقف وده بيشتغل، العنصر ده بيتوقف والعنصر ده بيشتغل، ده بيزود ده بنقص، دي الكائنات الحيه الدقيقه يعني شغلانه يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يعني يشوف العلم اللي في التربه ده. فانت احنا بنعمل اللي احنا شايفينه وخلاص تمام. فببدا الاسبوع الثاني زي ما قلت ببدا احط الاسمد السماد متعادل 20 20 او 19 او 18 ما فيش اي مشكله مع شويه مغنيسيوم تمام. بدايه من الاسبوع الثاني احط نترات كالسيوم واحط عناصر صغرى، ويوم الجمعه هنقول للنبات انت اجازه النهارده. اجازه ليه؟ افترضنا انك انت زودت التسميد بتاعك شويه، فلو زودت التسميد بتاعك شوية بحط المية يوم الجمعة صافية، بحيث برضو ان النبات يحاول يعدل الضغط الاسموزي اللي نازل عليه زيادة التسميد بتاعك.
بينظم الحياة تحت الساعة التبادلية الكاتيونية والساعة التنظيمية بتاعة التربة، بتتنظم بتحاول تنظم لي الدنيا اللي هي ممكن تكون مشكلة. مع ان بعد كده الاسبوع الثالث هيبقى زي الاسبوع الثاني، بس بحاول ازود فيه النسب بتاعتي شوية، يبقى عندي 3-7 ب21، والاسبوع الاولاني على ما بدأت سميت يبقى انا زارع كده تقريبا 28 يوم. الاسبوع الرابع بزود برضه، هي نفس المناسيب بس بزود شوية، كل النبات ما بيكبر معايا بحاول ازود شوية. بعد كده الاسبوع الخامس برضو بزود في الكميات بتاعتي شوية، وابدأ في الاسبوع الخامس بقى احط ايه، احط البوتاسيوم بتاعي واعلى بالبوتاسيوم بتاعي شوية، واللي بقى فين في الفوسفور. البوتاسيوم لو عندك نترات البوتاسيوم اهلا وسهلا بحضرتك، ابدأ حط نترات بوتاسيوم، دي افضل حاجة. ما عندكش نترات بوتاسيوم هنبدأ نحط سلفات بوتاسيوم، والصلفة يعني كبريتات البوتاسيوم، احط على حمض نتريك، حمض نتريك. بعد كده بقى يا جماعة بالنسبة للخامس، ما الخامس والسادس احنا مش هنخترع، بتقدم النبات في العمر والنبات بقى بدأ في عملية اثمار، فبدأ عندي الجذر شغال، مجموع جذري شغال، التزهير شغال، نمو خضري شغال، بجمع برضو شغال، فكله لازم يكون العناصر متوفرة للنبات. وزي ما قلت لك قبل كده لازم يكون لازم يكون كعبك عالي على النبات نفسه، بحيث ان ما يحصلش نقص ويصعب التقدير بتاعه. طيب دلالات بقى ان التسميد بتاعك مظبوط ايه؟ يعني الدلالات بتاعت انك انت راجل شغال في الطريق السليم ايه؟ هحكم على النبات بتاعي بان هو كويس ازاي؟ بعيني على ثلاث او اربع حاجات، تمام؟ اول حاجة مساحة الورقة اللي عندي، الليف اريا او مساحة الورقة اللي عندي، تمام؟ لو مساحة الورقة اللي عندي مظبوطة وماشية في النطاق الكويس شكلا مقبولة مع النبات، تمام؟ يبقى انا شغال في انا في على الطريق السليم او على الطريق المستقيم زي ما بيقولوا، تمام؟ اللون بتاع الورقة لا هو ازرق غامق ولا هو اخضر فاتح، تمام؟ الحواف بتاعت الورقة بتاعتي ما يكونش عليها حرق، لان حرق يبقى فيه حاجتين، يا اما بوتاسيوم عندي ناقص، يا اما يكون عندي الملوحة فيها مشكلة، فالورقة بتاعتي بتكون زي سيادتك ما انت شايف كده هو، تمام؟ طيب بعد كده عندي السلمية نفسها، السلمية بتاعت الساق، تمام؟ اللينس بتاع السلمية، الطول بتاع السلمية عندي، شايف السلمية هي عاملة ازاي؟ لا هي طويلة ولا هي قصيرة، تمام؟ هل السلمية ده هي الطول بتاعها متناسق مع السمكة والديامتر بتاع الستيم عندي ولا مش متناسق؟ القطر بتاعها ده غليظ ولا رفيع؟ لو رفيع اعرف انك انت على الطريق اللي مش مظبوط، تمام؟ طيب لو السمك بتاعها كويس، لا السمك كويس مع الطول كويس، اعرف ان التسميد بتاعك والعناصر ماشية كويسة وتمام التمام، ماشي؟ طيب الازهار عندك في تنفيل فيها ولا لا؟ الزهرة زي الفل، زي الفل الزهرة اهي، لا ده انا كده ماشي في الاطار الصحيح. اما لو الزهرة دي عندك فيها تنفيل ولا حاجة، اعرف ان انت زودت يوريا، الرطوبة عندك زايدة في البيت، اصل في مشكلة في الحرارة علت وانت ما خدتش بالك، مشاكلها كتير، زودت عنصر عن عنصر، الفوسفور تعبان، المهم حدث ولا حرج في العملية ده هيت، وهنعمل لها فيديو مخصوص عن التنفيل بتاع الازهار في الخيار، تمام؟ بعد كده القمة النامية، شو التب ده هيت؟ القمة النامية متفتحة وزي الفل وتمام التمام، 10/10. اما اذا كانت مكبوسة كده والحال مش مظبوط وما فيش تطور في النبات كل يوم، اعرف يا برنس انك انت في الاكسباير ديت، في الصلاحية بتاعتك منتهية يعني، تمام؟ بس ده اللي احنا هنقوله في التسميد. السيمترية بتاعت البيت نفسه،
شايف السيمترية بتاعت البيت سيمترية، يعني كل النباتات قصة واحدة لون واحد، ما فيش حتة مضروبة وحتة كده. السيمترية بتاعت البيت يا جماعة دي لازم برضو تبقى واخد بالك منها. ده اللي احنا هنقوله في التسميد. مش كل حاجة بتبقى حاضرة في التسميد بتكون في ذهن المحاضر او الرجل اللي بيقول الكلمتين بتوع زي حالاتي كده. اللي انت يعني ما انتش فاهمه حاول ترسلنا، وانا باذن الله تعالى بحاول على قدر الامكان اكون سريع جدا في الاجابه. بس زي ما بقول، بس السؤال يعني السؤال او العرض عندك صوره وابعته على طول، ان شاء الله باذن الله تعالى تكون في استجابه. اتمنى انكم تكونوا استفدتم في الفيديو دهوت من الفيديو دهوت. شكرا لحضراتكم، اخوكم رجب الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.